المؤثرون وحتى المشاهدين والحكيمون، كيف فأنت ليأتشف الطريق أو المعطى الوصول إلى هذا؟ كانت هناك نعم لتتعامل وأشهر معارف متفاعلة، حتى يعني أنتم في المعارضة الأسرية اشتكيتم لأنكم لا تحصلون على دعم، لازم أنكم يعطون الدعم والسلاح ونحن تصلون هذا الأمر. ما الذي حدث فجأة كيف تحصل هذه الخطوات خلال الأربع أيام الأخيرة مع الاتصال بدمشق والآن؟